السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أظنكم تريدون أكشن مبالغ فيه. لا بأس، المبالغ فيه موجودة هنا في أي وقت. في يوم من الأيام كانت هناك امرأة بها مرض نفسي، فقرر زوجها التخلص منها، فسأل نفسه كيف أتخلص منها؟ الإجابة: أرميها في الزبالة. مرة واحد أحول صارت عنده حالة طارئة، مات أبوه دفن أمه. مرة واحدة غنية جالسة تمشي في الشارع وأبوها متنكر بذي فقير، تعرفها الملابس المشروخة عند الركبة، طلب منها ربع بيس عمانية. رفضت وقالت له: ما أعطيك، ليش أن تعطينا؟ عرفت أن هو أبوها، وتم قصف الجبهة بنجاح. بس هذا لي عندي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم الإنتاج من قبل تيم أو إم آر أي إن. السلام عليكم.